الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية عضة الخفاش في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. والله أعلم، تدل رؤية عضة الخفاش في المنام على المشاكل والشر والأقدار لصاحب الرؤية، كما تشير الرؤية والله أعلم على كثرة الديون الواقعة على صاحب الرؤية والله أعلم. وإذا رأى النائم في منامه أن الخفاش يقوم بعضه والله أعلم علامة على المشاكل الأسرية والخلافات، كما تدل الرؤية على الظلم والقهر، ربما تكون إشارة إلى الفشل والتراجع في العمل والله أعلم. والله أعلم، تدل رؤية أكل الخفاش في المنام على الخير والرزق والبركة لصاحب الرؤية. والله أعلم التخلص من بعض الهموم البسيطة والمشاكل التي يعيشها صاحب الرؤية. ومن يرى أنه يتناول الخفاش والله أعلم يكون علامة على توليه منصب مهم. والله أعلم، تدل على كسب ثقة الآخرين والحصول على الجاه والسلطان. إذا رأى النائم أن هناك خفاش يهاجمه والله أعلم علامة على الوقوع في الأزمات، وتشير الرؤية إلى تعرض صاحب الحلم إلى وعكة صحية عن قريب، كما تدل الرؤية والله أعلم على وجود شيء سيء السمعة يحاول أن يلحق الأذى بالرائي. ورؤية هجوم الخفاش في المنام والله أعلم علامة على الفشل، ولكن في حالة لم يمسك الخفاش الرائي والله أعلم علامة على التخلص من بعض الهموم البسيطة. والله أعلم، تدل رؤية الخفاش يلاحق صاحب الحلم علامة والله أعلم على وجود من يتربص به فعليه الحذر. والله أعلم، تدل الرؤية على فقدان الرأي لشيء أو شخص عزيز على قلبه. تشير الرؤية والله أعلم على كثير من المشاكل والهموم البسيطة التي تصيب الحالم والله أعلم، كما تدل الرؤية على الفترة الصعبة القادمة لصاحب الرؤية. وإن استطاع الرأي أن يتخلص من الخفاش والله أعلم علامة على التخلص من بعض الهموم البسيطة في حياته والله أعلى وأعلم. والله أعلم، تدل رؤية الخفاش موجود في المنزل في المنام على التقرب لله عز وجل، كما تشير الرؤية إلى أخبار سعيدة قادمة إلى صاحب الرؤية في القريب العاجل. الخفاش في المنام داخل البيت والله أعلم علامة على الترابط الأسري والعلاقة الناجحة. والله أعلم، تدل رؤية الخفاش في البيت على الهدوء والاستقرار والسكينة داخل البيت والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.